ورجعنا لكم مره جديده مشاهدينا، واكله لايت النهارده معانا نوع جديد من انواع السلطه، سلطه الالوان. سلطه الفلفل الالوان بتبقى طبعا اكيد من اسمها فيها الفلفل الالوان. بنتكلم عن معلقه كبيره زيت زيتون، وبنتكلم عن معلقه كبيره مستورده، وشريحه تركي مدخن، وكمان شريحه جبنه رومي، وكل كمان انواع والوان الفلفل سواء كان حلو او حار، فلفل اخضر، فلفل اصفر، فلفل احمر، بتبقى عدد يعني انت عايزه اتنين، عايزه واحده، عايزه نص، براحتك على حسب طبق السلطه اللي هتعمليه او كم عدد طبق سلطه هتعمليه. كمان بنحط ليمون بيبقى حلو بيدي مذاق جميل. عايزين نحط الجبن زي قلنا جبنه التركي، زي ما قلنا الجبنه الرومي والتركي المدخن. كمان في معلقه صغيره فلفل اسود مطحون، ومعلقه صغيره ملح. عايز اي اضافات تانية ممكن تضيفي، لان السلطه بتبقى غنيه ومليانه حاجات كتيره جدا وبتشبع. يعني من اهم الحاجات على الوجبه او على المائده هي السلطه. فالنهارده بنتكلم عن سلطه فلفل الالوان سهله وبسيطه في المقادير اللي قلناها. هنقطع كل الانواع الفلفل اللي احنا قلناها دي شرايح عشان تخلي الشكل السلطه لذيذ، وطبعا متناسقه عشان تبقى جميله السلطه. واخيرا هنضيف الجبنه الرومي، هنضيف التركي المدخن، هنضيف زيت الزيتون والفلفل والملح والليمون والمستردة، ونخلطهم كويس وتتقدم بشكل جميل ونزينها عشان اهم حاجه العين طبعا اللي بتاكل قبل ما بناكل احنا. كده خلصت حلقتنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معانا النهارده في عيشها صح. الى القاكم في لقاء جديد، استودعكم امانه الله وامنه، والى اللقاء.